السلام عليكم، معكم عمر يوسف. في هذا المقطع راح نسوي ردة فعل على احدث الاعلانات الرمضانية، ولكن هذه الاعلانات الرمضانية ظهرت فيها شخصيات قوية. اذا تريد تعرفوها خلينا نكمل المقطع ونشوف مع بعض. امشي تحت الفيديو، لا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل شيء جديد من عمر يوسف. هذه هي النعمة الزوالة، اعلان اطيب المرشود 2021، الفيوز 809,000، ان شاء الله توصل المليون. يلا الطياب المرشود، الله لبسهم جميل. لبس الممثل يوسف البلوشي، يوسف ما شاء الله ظهور قوي، ستايل جميل، شعر طويل. طاح شيء منها، اريد القصر من الله، كانها من ديزني والله. ما شاء الله عليك، وسور حوله عسكر، الله يحفظكم يا رب. أناجي الله يكرموني، الله الله، لا أكثر، ويبقيني بعافية لأكل الحمد والكرم. آمين آمين. أموال تأسرني. يوسف البلوشي ستايلك كأنه مولع علاء الدين، حبيت شعره ولبسهم هم كقديم، وهناك كنا فيها أميرة. هنكمل. ليش زعلان؟ مسكين شاركوا انه هو بعد يبيع ويحصل رزق، ما بس هم يعني. تمام تمام. فكثر المال لا ينفع بلا عزوه تواسيني، وقلبي منعم، رساله واصله، وحب الاهل يغنيني. اهم شيء حب الاهل مو الفلوس. يا الله، شوفوا كيف الفلوس مو كل شيء يا جماعة الخير، اهم شيء حب الروح، حب الاهل والتجمع. يعني في ايام الناس عندهم فلوس ولكن عايشين بروحهم، لكن انا يعني كيف. الله طلعوا يستانسوا مع بعض. يا سلام، عزمتني الجمعة. واقعك حلم غيرك. يا سلام يا أطياب المرشود، تراكم أبدعتوا بهذا الإعلان الغنائي، خاصة لما دخلتوا الممثل يوسف البلوشي، هنا صار كل شيء حلو، الثيم والرسالة ما بين الفقرة، رسالة الرزق إنك لازم تعطي فرصة لغيرك، كل هذه الرسالة وصلت لنا. أنتوا إيش يا أهل الكويت، والله إعلاناتكم الغنائية مرة مسكتة، كل سنة عن سنة تبهرونا بشيء جميل. أحبكم يا أهل الكويت، إخوانكم من سلطنة عمان. نجي الحين للإعلان اللي فجر مفاجأة من المعيار الثقيل وخاصة لمحبي اليوتيوب. إعلان شيخ خدير، متى لذان؟ اليوتيوبر ثنيان خالد، صانع محتوى سعودي مرة قوي، بلوقاته حلوة. الله دراسة أهم شيء. ها بندر انتهى. بندر انتهى. لحظة لحظة، نلاحظ لوجو مال يوتيوبر ماله هناك في الكبد، ويسوي رياضة ويضحك. تضحك ليش يا بندريدة؟ حد يسوي رياضة هو يضحك؟ مسكين شكله متحمس انه راح ينزل وزنه. ايش هالغش يا بندريدة؟ لحظة. بندريدة 55 وزن بندريدة الحالي. الله يحفظك يا بندريدة.
راح يا بندريتا، يا احلى بندريتا والله، ظهور قوي. هلا والله بالكنافة. اهم شي اللي بالدوام مثل اذان. حن الأذى. الله يا شيخ خدير يا بندريتا حبيبي، بندريتا والله ظهور قوي صراحة، ظهور مفاجأة قوية. شيخ خدير وقنا بعد الأذان. لا 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 لا، هذا الإعلان جمع أساطير، أتوقع البقية يعني تبرز، أنا ما أعرفهم صراحة، أنا ما أجامل لكن ما أتابعهم ولا أعرفهم، بس أكيد مشهورين لأن جاوا بندريتا وثنيان خالد، فمعناته هذا الإعلان جامعين كثير من يوتيوبرز وناس مشهورين. إعلان مدته دقيقة واحدة ولكن جمعت الكثير من الأساطير في هذا الإعلان، وإن الرسالة مثل أذان عشان يفطروا ويشربوا شاي خدير. بندريتا انا حبيت هذا الاعلان بسبب بندريتا، ومن ما يحب بندريتا صاحب الروح الجميلة والضحكة الفكاهية، والانسان اللي الله لا يحرمنا من ظهوره بالشاشات، لان بندريتا اليوتيوبر اللي حمسني اني ادخل عالم اليوتيوب من بعد ما شفت قصته وين بدأ وين وصل الحين. طبعا بندريتا حاليا واصل 9 مليون مشترك بقناة اليوتيوب، فالك يا بندريتا، ما اعرف اذا يوم من الايام انت بتشوف هذا المقطع او شيء، لكن ان شاء الله راح توصل انت 10 ملايين وتحصل الدرع الدايموند باذن بإذن الله تعالى. يا بندريتا الله يوفقك والله يحفظك. رسالة واحدة أتمنى توصل لك يا بندريتا من أخوك عمر ياسر سلطنة عمان، إنك كل على كيف كيفك ولعب على كيف كيفك، لأن هالشيئين أحلى شيء بالعالم. وبس والله ينتهي مقطع اليوم هنا، أتمنى عجبكم المقطع، وإذا بغيت تسوي ردة فعل على أي شيء أتمنى تتركوا تعليق تحت هذا الفيديو، ولا تنسوا اللايك. أخوكم عمر ياسر سلطنة عمان، السلام عليكم.